إنا إلى راجعون، إنا لله وإنا إلى راجعون، إنا لله وإلى راجعون. المصير ديالكم أخويا عطيني. المصير ديالنا هو الزنق، أنت كتشوف. المصير ديالنا هو الزنق. ما عندناش شي مأوى آخر إلا الله سبحانه وتعالى. الذي له حسن التدبير وهو على كل شيء قدير. أسأل الله دائما وابدا يفرج علينا وعلى امه سيدنا محمد اجمعين. واش عارف تبيعوا شي حاجه في الكبير تنعرفوا تقرا عندك الفار عندي الدوك في ليكونومي عندي فورماسيون بيداغوجيك ديال التكوين والتاطير والتدريس والحمد لله كان يعني العمل ديالي يشهد له يعني بنتائج طيبه كيحصلوا عليها تلاميذ يعني واخا العمل ديالي يعني حر لا مؤسسه تربويه ولكن اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد اننا ما تصابش فينا شي واحد لدرجه الموت فهمتيني هذا هو الفضل من الله اما المأوى يأوينا الله سبحانه وتعالى اللهم لك الحمد عانينا معاناة وانت كتشهد بهذا الشيء اخي اننا ولد الام عانينا باش كبرنا واحد ثلاثة الخوت واش فهمتيني يعني الشتاء صيف برد ما عمرنا عرفنا بحال الناس عطلة صيفية او عطلة خريف او ربيع او شتوى لا كونجي لا ويكاند بحال الناس يومية في تمارة باش نجنيو قوت ديال الحلال باش نعيشو بشرف وكرامة اترجى الله واترجى المسؤولين فهمتيني ماشي في هذا المنزل او يعني كاين هنا واحد العداد ديال المنازل يعني في الساكنه ديال درب كبير ديال العفو تعاني معاناه كبيره ما عندهاش الظروف الصحيه اللي هي ملائمه لمباشره السكن بصفه عامه يعني هي مرات شحال من لجنه وشحال من لجنه وشحال من لجنه وشحال من لجنه وكيدخلوا دار بدار ولكن هل يتم تبليغ بهذه المنازل بالوضعيه اللي هي فيها ام لا؟ هذا هو السؤال ديالي. ما عندناش ما عندناش ما عندناش ما عندناش انت كتشوفنا انت كتعرفنا ما عندناش ما عندناش ما عندناش عندنا الله ما عندناش انت كتعرفني كنخدم بنهاري يعني داكشي اللي كنصورو كناكلو كنصيرو كنخلص به اللوازم ديال الضو والماء الكرا يعني لا شاط ليا غميه ولا الف راك باش نفطر الصباح كنحمد الله ونشكره كنقول اللهم لك الحمد هذا فضل من الله واش فهمتيني وهادشي كامل ماشي غير قبلي ولا شي راه قبل رضات الوالدين الحمد لله ملي فهمتيني ما كانتش فاجعه كبرى واش فهمتيني الحمد لله والشكر لله وانا لله وانا اليه راجعون انا كنت خدام هنايا خدام هنا من الصباح من 8 الصباح حتى 7 ديال العشيه خرجت بدلت حوايجي صافي ساليت خدمتي خرجت بقيت هنا واحد شويه ويتلاح علينا واحد تلاح علينا الصاح واللي فوق خدام مع واحد السيد هنايا تلاح علينا داك الشيء من الفوق ملي جات لابيلانس دونا وما كاين حتى شي واحد يقول لك يقول لك يقلبك ولا يلا واحد الفاصمه اللي داروا لي من تحت انا تضريت بزاف كليت العصا ومازال حد الان هو كليت العصا ماشي ولد هنايا اصلا هما ملي هزوكم بالاسعاف داوكم من تما شنو هما الاجراءات اللي خداو اللي داروا معاكم تما سبيطار الاجراءات اللي داروا يعني داروا معنا ما داروا معنا والو ما كاين والو والو ما كاين والو واحد شويه التقطيره اللي داروا العينيه ومازال كنحس براسي انا ماشي هو هذا اي لحظه خصني نقدر نطيح حق الله كليت اربع ضربات وحده هنايا وحده لتحت وحده في الراس شحال من عام وانت خدام مع السيد خدام مع شي اربع سنين بحال هكا لما نزيل هذا انا بحال اللي كنحلم لقيت راسي منشور بحال شي رعدين لا ضربات ولا شي حاجه لا حلينا داك الشيء من الفوق جاب الله الباش كالي عليا ما كنت غنموت كنت مشيت فيها غنموت وما كانش الباش كون اكون من الباش كون مشيت الله يرحمني ولكن اش غنقول لك ما كاين حتى شي واحد من غير الله اخويا الدار كان هنا تخدم لنا حوات ومع ديك 8:30 ديال الليل البارح تم السقوط ديال السقف العلوي على الناس اللي تحت كانوا كياكلوا هنايا تم
ثلاث ضحايا هنايا، ثلاث ضحايا اللي تهزوا للوبيطال وفي حاله حرجه مع ديك 8:30 هنايا، وجاو الناس ديال الاسعاف، جاو الناس الاسعاف هزوا المضرورين مع ديك 8:30 ديال الليل، وتم يعني انقاذهم بواحد الوسيله اللي هي مزيانه. ها هو اليوم في الصباح تفاجئنا بعوده هذا الشخص هذا من لوبيطال، يعني ما كانش خاصو يخرج من لوبيطال، راك شتيه نتايا وشاف شاف شافوه الناس، هذاك خاصو يبقى في السبيطار على الاقل يدير الشبكه ديال الراس ولا يدير السكانير ولا يدير استغلوا ضعفو واستغلوا ضعفو، قالوا لي سير تالغدا وجي. واش هذاك هذيك الحاله كتظن بانه انت الا كان الطبيب هذا اللي شافه وقال لي سير تالغدا وجي، واش عنده شي رحمه ولا ما عندوش الرحمه؟ سيدنا ما كيوصيش على بحال هذا الشيء، سيدنا الله ينصر ويوصي على الناس بانهم يتخاذوا بعين الاعتبار، راه ناس مضرورين ماشي داروها بالعاني ولا هذه، محطوطين امام امر الواقع، والناس دابا اللي غادي يخرجوا من الدار اللي تم علمهم بانهم يديروا المغادره من هنايا ما عندهمش فين يمشيو، راه كتشوف حوايجهم راهم في المليوحين، الناس كتبكي فهمتي، الناس مضروره بزاف ما عندهمش فين يمشيو، مساكن ولا فين يجيو، الناس حاليا ما عندهمش لا باش يكريو لا باش لا ما يصيروا لا والو. شوف الدار اللي ساكن فيها كي دايره بعدا، يعني يعني وتاخذ واحد القرار بالمغادره، والمغادره خاص يكون على الاقل عندهم فين يمشيو، او لا الدوله تاخذ بعين الاعتبار هاد الناس وتشوف ودير مبادره، واخا تعطيهم على الجناح في شي قيطام او لا شي كراج او لا شي حاجه مؤقته بين ما جاء الفرج من عند الله. وكن ناشدوا بالناس اللي هما مسؤولين ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار.